جابك هنا؟ التاكسي. نعناع، انت بتلعبي بالنار ليه؟ كفى الله الشر، الراجل كتر خيره عزمني على كوباية شاي، اقول له لا؟ راجل من فضلك قوليها تاني عشان بس اصدق. يجادك ايه بلو؟ ان ما كانش بس دمك خفيف. يلا نجره قدامي. وان ما نجرتش حرقها عليك الزاغك. هو جرى ايه بس يا فهمي؟ بقول لك قومي احسن العفريت الزرق تتنطط في وشي. قومي نهايته هنوم. يلا يا بلو. مع السلامه. خليك انت ابو البلاليط. خليك انت يا ابو الجلاليط. لا 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 لا، مش ممكن تكون انت ابدا اخو فهمي. امال انا مين؟ اخو فهمي. يا ست هانم، حضرتك مش قلت من شويه اني انا مش اخو فهمي؟ اخو فهمي لازم يبقى زي فهمي، يفهمها وهي طايره، لكن انت مش عايز تفهم حاجه ابدا. يا ست هانم على مهلك عليا شويه، انا اصلي فهمي على قدي، غبي من الاول تاني. انا مين؟ اخو فهمي. ها اديك عرفتيها. خليك كده بقى واحنا هنوصل. فهمي بقى. يطلع مين؟ جوزي. شوف هديك هتلخبطي تاني. انا برضو اللي هلخبط. ايوه هترجعي تقولي لي ان انا مش اخو فهمي. يا استاذ علي. يا ست ارجوك ارجوك، احنا كنا ماشيين كويس قوي قوي، احنا اتحسدنا ليه؟ اتحسدنا ليه؟ خليكي معايا وجاوبي سؤال بسؤال. اتفضل. مراتي. تبقى لي ايه؟ طليقتك. اهلا اهلا. فهمي ده يبقى اهلك انت ايه؟ جوزي. هنوصل انا عارف هنوصل فين. نعناع بقى. ها تبقى ايه؟ اختك. عندك انا مش اخو فهم. امال انت ايه؟ انا راجل دخلت البيت ده من ساعة، وانا كنت فاهم ان النهاردة التلات وبكرة الاربع، وفاهم ان الله حق، وفاهم ان اتنين زائد اتنين يبقى اربعة. لما هخرج من البيت ده هلاقي مراتي بقت طليقتي، واخويا بقى هنسيري، وابويا بقى امي، وعمي بقى انتي، واثنين واثنين وسوي بالله وبالله يا بالله. رمضان كريم يا بالله، بالله يا بالله، رمضان كريم يا بالله. ودلل يا دلال، ودلل يا دلال، ودلل يا دلال. لابس هلينا سودا اهو. لا لا لا، ايه ده؟ انا فين؟ اللي انت عايزه المكان ده. خد قسيمتك، خد القسيمه. قسيمتي؟ قسيمه جواز. جواز مين؟ جواز انا على فهمي. ايه؟ انت ايه؟ انا مين؟ انت جرالك ايه؟ انت مين؟ انا شاهيناز. شاهيناز؟ شاهيناز ليه؟ علي ايه اللي انت بتعمله ده؟ لا مؤاخذه، شاهيناز اصل لا اصل علي. أيوة. بيحب قوي الهزار. تعالي تعالي يا مهبوش. ايه ده؟ هو العيا اثر على مخها خالص كده؟ ليه يا علي اخويا؟ ليه؟ ده مخها عاوز سمكره سنه سنه. خد ايه دي؟ بس من جوازك على نعناع. شاهيناز شافتها؟ شافتها؟ ده لو شافتها هتفتكرها قسيمة جوازي عليها. الحمد لله. يا خرب، ده اتاري سمكرة العربيات اسهل من سمكرة البني ادمين يابا. معلش يا علي. اقول لك ايه من حق؟ نعم. القرشين اللي انت نتعتهم ولا بومبا؟ لا ابدا، بس يعني كلها يعني كام يوم كده وهيبقوا عندك علو. تكل انا بقى فلسع. ما انت قاعد علو. فين؟ معانا هنا شوية، بري نفسك بفرخة ولا حاجة. هنا؟ انت قاعد هنا؟ انا قاعد في فراخ هنا علو. وحش. على السلامة يا علوة. مع السلامة. علي يا علي، القميص يا علوة. لا حول ولا قوة إلا بالله، كان عائل الجدع ده. صحيح هو جدع أمير وابن حلال، لكن بصراحة أنا مش عارفة فهمي كرهه ليه. أنا مش فاهمة. أنا لما أقول مش موافق يبقى مش موافق. يا فهمي يا حبيبي، الموضوع ده لازم نخلص منه. أنا مش فاهمة أنت مش موافق ليه. أنا مش موافق عشان ال في 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 البتاع هو مش عاجبني بصراحة. وأنت مالك إذا كانت هي موافقة؟ إيه؟ قولي له يا نعناع. قولي له نعناع. انت موافقه يا اختي؟ ايه سكتي يا حبيبتي، السكوت علامة الرضا. حتى لو هي موافقه انا مش موافق بقى. هو ايه التحكم ده؟ هتتجوزه يعني هتتجوزه، وانا بقى اللي هجوزها له. خلاص جوزها له، انا موافق.
قوم يا الو شهناز. مبروك يا بلو. فهمي وافق ونعناع موافق، بس ليها شرط واحد، الحب. لازم تكتب كتابك قبل ما اسافر. سافري؟ سافري فين؟ بلو انا حامل وبتوحم على امريكا. اطمني، الليله دي ههجم على اوضتها فورا. لا بقى، تكسير الحصون المنيعه ده لعبتي. ازاي؟ اطلع العمود على البلكون على الاوضه شتات فاير. باي باي يا حياتي. اتجوز واقبض الخمس تلاف جنيه واعمل معرض، معرض يجنن، ارسم فيه كل حاجه، ابقى فنان، ابقى حاجه. خرب بيتي. طول ما الحب موجود لازم قلبك يطمن. انت شايف كده؟ شايف. انا متفق يا حبيبي يا فهمي. يا حبيبتي يا نعم. الواحد بيلغش في زيت ده يا جدعان. نبقى نشوفك يا بابلو، احنا هنا قاعدين على طول. اللي بيحصل ده بس يا سيدي، ادي كل الحكايه. طب وشهناز؟ شهناز لو عرفت هتنفعل، ولو انفعلت هتموت. فهمي بيه؟ نعم. انا ما كنتش متصور انك بني ادم بالشكل ده. الله يخليك يا بابلو بيه. حقيقي انت انسان عظيم. الله يكرمك يا بلو. انت ما حصلتش. الله يخليك يا بلو. انت منقذ المرضى والمحتاجين. الله يخليهم لك يا بلو. البؤساء والبائسين. يا بلو كفايه يا بلو بقى. فهمي بيه. نعم حبيبي. انا بائس. ليه يا حبيبي؟ انا لو قصدتك في خدمه تأديها لي. يا خبر ابيض، انت ابن حلال، انت تامر يا بلو. سلفني نعناع شهر واحد وارجعها لك تاني. لا يا شيخ، بقى انت عايز نعناع. الحلاوه دي يا كارلو دي. اشكرك يا فهمي بيك. الله يخليك يا ابو البلالين. انا واثق من شعورك. انا عارف. يا خرابي يا بنيت يا مستشفى الامراض العقليه. يا لهوي فهمي بيك. ثانيه واحده، انت نفسك منفعل ليه؟ ده مفيش اي حاجه، انت هتسلفها لي شهر واحد عشان انا هرسمها وكمان هترسمها. يا مطافي يا خرابي.
بدني، خدها ايزي خالص. وبعدين انا ما بقولكش حاجه غريبه، يعني اي حد ده مراتك، يعني حاجه مش غريبه. انا افتكرتها حد. وبعدين انا هبقى بعيد، مش عارف هبقى بعيد، يعني هوقفها بعيد. هي صحيح هتبقى عريانه. ايوه وانا برسم، انما هي هتبقى عريانه. ده اكيد يا خرابي.